التوفيق دي حاجه حتى موسيماني قال لكم او قال في المؤتمر الصحفي ان كره القدم كل يوم بتدينا دروس وبنتعلم منها. دي من وجهه نظر احنا بنقول على حاجات اصلا يعني الناس لسه مش حاسه بيها، والمشاهد العادي كابتن هاني المشاهد العادي ما يقدرش يوصل لها، لكن من خلال الدراسات ومن خلال الخبرات لما بنلاقي فرق كلها تبقى قد بعض، المستوى قد بعض، فنيا قد بعض، حتى المستوى الفرق كبيره، المستوى الفني، المستوى البدني، المستوى المهاري، المستوى الخططي، كل واحد. طب امال ايه اللي بيخلي فرقه تكسب عن فرقه؟ فجه بند التوفيق اللي هو كان غايب عن الناس زمان اصبح موجود دلوقتي. عرفناه، هو كان موجود من زمان بس الناس مش قادره تتلمس له ولا تتحسس تيجي من عليه. مش راحت المنطقه دي خالص، مش موجود من ضمن المباراه او مش من ضمن جزء التحليل، حتى استوديوهات التحليل كلها هذا التوفيق غير موجود. ليه؟ لان ما كانش ناس بتمسه، لكن التوفيق لا، ده موضوع كبير قوي 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 وبيمس جميع مباريات كره القدم في العالم، مش مبارياتنا بس هنا في افريقيا او في مصر او في المنطقه العربيه، ده على مستوى العالم. اي مباراه ايا كانت كبيره او صغيره في اي بطوله من البطولات هتلاقي التوفيق، بس انت عايزه بقى واحد يحللها. فالحمد لله احنا قلناه هنا في قناه الاهلي وفي البيت الكبير، واول مره هذا المسمى يطلع ويتردد. وقلنا يوميها قبل ماتش فيتا كلاب احنا بنقول ايه؟ التوفيق للمدرب في ايه؟ ان هو يختار طريقه لعب كويسه ويختار تشكيل المناسب، تشكيل كويس ينفذ طريقه اللعب اللي عايزه، وتوفيق للعيبه انها تنفذ كلام المدرب لتنفيذ الخطه وتنفذ الطريقه، وتوفيق الحكم انه يديني حقي، ان الحكم يديني حقي، ده توفيق. فظهرت امتى؟ يوم المباراه الاولى. احنا اللعيبه بتلعب باداء كويس وكده، بس توفيق انهاء الهجمه غير موجود، وتوفيق الحكم في انه يديني حقي ما ادهوليش. ايوه هو الخطا اللي حصل منه غير مقصود، انا ما بقولش ان هو يتعمد وكده، لكن ما كانش موفق في ان هو يقف في زاويه صح، صحيح، او صفارته سبقته، او كان متسرع وما فيش فار عشان يرجع له. فممكن هو بعد ما صفر راجع نفسه، انا شفته يعني ما كانش متحمس لها قوي ورايح، تحس انه رايح خطوه قدامه خطوه ورا، لكن حسبها، لان لو الفار كان هيرجعه وهو كان يتمنى يكون في فار. فده التوفيق. نيجي بقى للمباراه الثانيه. المباراه الثانيه هناك قلنا التوفيق ل موسيماني ان هو يختار اللعيبه وطريقه اللعب اللي تتناسب لهذه المباراه، فكان موفق في اختيار طريقه اللعب وموفق في اختيار اللعيبه اللي هتنفذ له طريقه اللعب بالاهداف اللي جت، ثم توفيق اللاعبين في التنفيذ. يعني لما قفشه يجري ويلعبها وتتحط في القايم وتخش، قبل كده كانت بتضرب في القايم وتخرج بره، يبقى ده التوفيق. ده ربنا بقى، ما لا ده ربنا اسمه التوفيق. وربنا بيدي كمان. ما هو ربنا ما بيديش اي حد، بيدي المجتهد، وربنا دايما مع المجتهدين. صح. ومع صح. الناس دي. طيب. ده طيب. جزء من التوفيق. وتوفيق في حاجه تانية، في الجو، والتوفيق في الملعب. تقول ايه التوفيق؟ انت ما قلتوش قبل كده اللي احنا قلناه. انه ازاي؟ انك انت تكوني موفقه في ان اليوم اللي بتلعبي فيه الملعب يكون كويس. احنا كان الملعب وحش بايظ، فمن عند الله سبحانه وتعالى ينزل المطر. المطر ده لا هو بامر المدرب ولا بامر اداره، لكن ربنا. هو بامر ربنا سبحانه وتعالى، لان كل مجتهد وكل واحد مخلص وكل واحد قريب من ربنا، ربنا بيديله. صح. فالمطر نزل لان الترتان، اتنين نجوم كبار لعبوا على الترتان، نار بتطلع منه حتى لو في الشتاء. يعني لو في امطار، يعني قصدي في جو برد، حرارة الترتان بتبقى صعبة جدا، فالمطر ينزل عليها. اللي كان المدرب بيفصلها لنا بيقول ان احنا عاوزين اجيبهم في الحر عشان يلعبوا الساعة 3 العصر يا كابتن، و3 العصر في درجة حرارة 36 تنزل 26.
يبقى ده توفيق ان ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا درجة الحرارة.